الحرب غيرت كل شيء، حتى هذا الملهى في وسط بيروت، فتحول بين ليلة وضحاها من مكان اشتهر لاستضافة الحفلات الفخمة المخصصة للأثرياء إلى ملجأ يؤوي النازحين الفارين من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على الجنوب اللبناني. وراء القصف هو نهار التنين بلشوا يقصفوا الصبح وصارت كتير الأصوات، وأنا معي ابني بيبي صغير صار ينقز يصرخ، وكتير كانت ضرب قوي، فشو أنا بدي هرب ابني، أنا بدي أخذ ابني، أخذت ابني ومع أهلي وطلعت جيت لهون. بعدين عرفنا إنه فتحوا هون نقدر نجي نقعد، كنا نمنع على علم رئيسي، فرشت لابني ونمنع على علم رئيسي هون على الطريق نمنع. فبين أروقة البناية المطلة على الواجهة البحرية لبيروت يلعب هؤلاء الأطفال الصغار، وعلى مداخله علق النازحون ملابسهم وافترشت الأمهات أرضيته في مشهد يؤكد أن الحرب لم تبقي أحدا على حاله. الحرب، لم يعد هناك أمان مرة أخرى ولا نتمنى ذلك، لا أحد يرغب في الحرب، لدينا أطفال، لدينا منزل، لدينا وظائفنا ونتمنى أن نعيش بأمان. فجأة اتسع كل شيء، اتسعت الحرب فجأة ولم نصدق ذلك، هربنا من منازلنا وفجأة وجدنا أنفسنا في الشوارع. ورغم مآسي النزوح تبدو هذه المبادرات الإنسانية لدعم النازحين الفارين من ويلات العدوان كطاقة أمل لمئات الآلاف ممن مروا بكابوس العدوان على مدار الأيام الماضية. ومع تصاعد الغارات الإسرائيلية وتوالي طلبات الإخلاء على سكان الضاحية الجنوبية، اضطر نحو 1,200,000 من سكان قرى وبلدات الجنوب اللبناني للفرار للعاصمة اللبنانية وسط حالة من الارتباك والذعر، ما شكل عبئاً غير مسبوق على السلطات لتوفير المأوى لهذه الأعداد الهائلة.